خليني هنا انتقل على طول لسيادة النائب العزيز السيد المحترم محمد عبد العزيز. 20 سنة نضال سياسي تقريبا يا محمد، 20 سنة تقف وأنت حالما بمستقبل عظيم لهذا الوطن، أيا كانت التكلفة أنا بحلم ومصمم أن أنا أحقق حلمي، ثم 25 يناير، ثم 30/6، ثم وتمرد، و بعد ذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبا في البرلمان بل وكيلا لهذه اللجنة زي ما بقولك صاحبة الملف الشديد الأهمية. لأي مدى بتشوف بعد 20 سنة زي ما بقولك من هذا النضال الوطني اللي الواحد يحسدك عليه ويشكرك عليه كمان، إنه الجمهورية الجديدة قدرت في 25 يناير 22 تضع بصمة غير قابلة للمحو في مكتسبات حقوق الإنسان المصري؟ أولا كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين بخير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، وبنقول أنه النضال الوطني المصري متصل عبر تاريخه، لأنه إذا كنا بنتكلم أنه من 11 سنة البعض من المصريين حلموا بوطن أفضل في 25 يناير 2011، فمن 70 سنة أيضا في شباب مصريين كانوا رفضوا المساس بكرامة الوطن المصري ووقفوا في وجه الاحتلال ورفضوا تسليم أسلحتهم في الإسماعيلية، بنتكلم عن سنة 52، 25 يناير 52 حينما رفض الشبان المصريين من الشرطة المصرية من البوليس المصري التسليم للاحتلال في هذه الفترة. أيضا هو زي ما قلنا النضال الوطني متصل انه في شباب مصري في 25 يناير 2011 ايضا كانوا يحلموا بوطن افضل، يحلموا بمعدلات تنميه مرتفعه، يحلموا بحريه وديمقراطيه وعداله اجتماعيه. اذا بنبص النهارده في سنه 22 عن وعايزين نتكلم عن ال 11 سنه الاخيره وما جرى فيها من تحولات دراميه كبيره، خليني اقول لك انه ما نقف عليه الان يشبه المعجزه بكل المقاييس، سواء كانت السياسيه والاقتصادية والعسكرية والدولية. وأنا عشت تجربة 30 يونيو و 3 يوليو وشفت الموقف الدولي وتأزماته كان شكله عامل إزاي. الآن اللافت للنظر بالنسبة لي أن الرؤية المصرية للمنطقة وللإقليم ولهذا الوطن هي السائدة واللي بيقتنع بيها المنطقة والإقليم والعالم كله بأنه هذه هي الرؤية الوحيدة الصحيحة. وإذا كنا بنتكلم عن سنة 2011 وتغيرات حصلت في عدد من الدول الشقيقة، شوف أن الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تتحرك في مسار آمن الآن هي مصر تقريبا. حتى الدول التي كان لديها رؤية مختلفة مع مصر، مثلا في علاقة التحول الديمقراطي أو التحول السياسي اللي حصل في مصر بتيار الإسلام السياسي أو تيار الإسلام التيار المتأسلم، يعني الجميع الآن يرى أن الرؤية المصرية صحيحة، أن هذا التيار هو تيار إرهابي لا يمت إلى الإسلام بصمة. حتى في دول اعتبرتهم في مرحلة من المراحل شريك شركاء في الحكم، لكن هم أثبت التجربة عمليا أن الرؤية المصرية كانت صح في السياسة. في الاقتصاد أنا طبعا مش هتكلم محمد نجم على جنبي، لكن أي حد بيقرأ قراءة منصفة وموضوعية في مثلا مبادرة حياة كريمة ويشوف انه هذه المبادرة بالارقام الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية هي المبادرة التنموية الاكبر في العالم من حيث عدد المستفيدين، من حيث الاموال المنفقة من اجل احداث هذه التنمية، من حيث عدد اللي بيشتغلوا في هذه المبادرة من الشباب واللي بيقوموا بعملية التنمية. انت بتتكلم عن مبادرة بتخدم حوالي 50 مليون مواطن مصري في القرى المصرية. لو هنيجي على ملف حقوق الإنسان، وملف حقوق الإنسان احنا كمصر يعني شركاء في صياغة كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومصر كان لديها عضو في اللجنة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48. ولكن حتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي بتقسم حقوق الإنسان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يعني لو هنتكلم بموضوعية، لا يمكن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية دون تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية طبعا. هل يمكن أن تضمن حق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الانتخاب دون أن تضمن الحق في السكن اللائق
والصحة والتعليم والوعي والثقافة؟ استحالة. وإلا تبقى بتعطي حق الانتخاب لمن يستطيع أن يدفع أكثر إذا ما أحدثتش تنمية طبعًا. لو أنت بتتكلم على طبعًا. أنه الهدف فقط بشكل قشور كده يعني أنك تعمل عملية ديمقراطية شكلها كويس، ما ده سهل بالمناسبة يعني، ده أسهل حاجة. أسهل حاجة. لكن في النهاية هل ستصبح هذه العملية الديمقراطية هي معبرة حقيقية عن إرادة الشعب؟ في تقديري مش هيبقى تعبير حقيقي، لكن الذي يحدث تعبير حقيقي هو اللي يعمل مبادرة حياة كريمة مقترنة بأكبر نسبة للشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية أعضاء في مجلس النواب. ما احنا جربنا تجربة أكتر من كارثية في برلمان الإخوان. الإخوان جم بانتخابات وده بيقول لك انه وبعد سنة نفس الشعب هو اللي نزل أدرك انه هؤلاء لا يمكن، هذه عصابة لا يمكن أن تحكم، عملية ديمقراطية يعني. ولكنها في قلبها هي غير معبرة بشكل حقيقي أو واقعي. شوف هقول لك عن إرادة المصرية، هقول لك جملة، أنه دون إحداث تنمية اقتصادية قايمة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تصبح أي عملية انتخابية هي تزوير لإرادة الناس بشكل آخر، لأنك هتدي الطرف الذي يستطيع أن يستغل حاجة الناس وعوازهم انه يستخدم هذا الامر لتزوير ارادتهم بشكل اخر. الاصل في الموضوع انك تحقق الحقوق المتعلقه بحقوق الانسان مع بعض في مسارات متوازيه. تشتغل على الحق في الصحه فتعمل 100 مليون صحه وتعمل التامين الصحي الشامل. تشتغل على الحق في التعليم ودي كلها حقوق اساسيه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. يعني مش بكلمك على كلام احنا اخترعناه، العالم بيقول كده لو انتم منصفين، هو دي المواثيق الدوليه. تشتغل على الحق في التعليم، تشتغل الحق في التنمية، الحق في الحياة الكريمة، وتشتغل أيضا على الحقوق المدنية والسياسية، فتلاقي عندك أكبر نسبة من الشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية موجودين في مجلس النواب الحالي. تكلم عن أكبر صحيح. نسبة للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية موجود في المجلس الحالي، أكتر من 25% من السيدات موجودين فيما. بتتكلم عن المواطنة وبتقول أنه منذ الاحتلال العثماني ما كان الخط الهميوني هو اللي بيحدد بناء الكنائس، أصبح هناك لأول مرة في قانون لبناء الكنائس صادر عن مجلس نيابي منتخب في المجلس السابق في سنة 2019. فأنت هنا بتتكلم عن طفرة مختلفة في الحقوق بشكل متوازي. اللي عايزك تشتغل في نوع واحد من الحقوق هو لا يريد أنك تحقق حقوق الإنسان، هو يريد فقط أنك تعمل شكل وفقا لهوى معين سياسي، ولكن دون أن تحدث حقوق الإنسان بمفهومها الشامل اللي فيها مسارات متوازية.